سلام اخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم مصطفى اوبيس. الحلقه ديال اليوم غندوي فيها على جميع الاشياء اللي خاصك تكون عارفها لو بغيتي تفات تخصص تربيه بدنيه، من شروط القبول، مكونات الامتحان، مختلف مكوناته، لاش ينقسم الامتحان، لغه الاجتياز الامتحان. ويبداو على بركه الله. شروط القبول، كما تعرفوا تخصص التربيه البدنيه بحال ابتدائي مزدوج تتقبلوا في جميع التخصصات الاجازه في هذه الماده، اي اجازه اي ليسانس تتقبل في هذا الباب. بالاضافه الى ذلك خاص تكون حامل للجنسيه المغربيه، ان تكون ما عندكش سوابق او صادره في حقك مقرر بالادانه، لا يتجاوز عمرك 45 سنه، ان يكون حاصلا على شهادة جامعية إجازة سواء جامعية للتربية أو تخصص مهن تدريس، أو كنت استفدتي من ذاك اللي دارت برنامج حكومي لعادة شهر 25000 إطار سنة 2015 أو إجازة كما كانت. مهم بعد ما عرفنا شروط الترشيح غندوزو لمكونات الامتحان. امتحان تخصص البدنية تنقسم إلى قسمين، شاطر كتابي وشاطر شفوي تطبيقي. مهم بدأوا في الفقرة الأولى، اختبار الكتابي. الكتابي تنقسم دوره إلى قسمين، قسم متعلق بمستجدات علوم التربية، والتي ننصحكم بهذا الكتاب لأنه فيه امتحانات ديال السنة الفارطة وثمنه قليل، ساعدكم في الاستعداد. اللي غنقدم لكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة ملخصات اللي درتها من خلاله، المعلومات اللي جمعت من الانترنت في فيديوهات قادمة إن شاء الله. وشطر آخر هو 50%، عبارة عن QCM متعلقة بكل المجالات اللي كاينة في التوصية أو التوصية اللي تخرج به الدولة، ديداكتيك، بيداغوجية الأنشطة البدنية الرياضية، التعلم التربية البدنية، بيداغوجية، علم الترشيح، نصوص رسمية، ثقافة ريادية وغيرها. كما تشوف هنا هذه التوصية ديال الوزارة، تجي في الطابلو باللغة العربية والفرنسية، كذلك هاي جديدة. المهم تبقى نفس المحاور كلها. دوزو الآن الشق الشفوي التطبيقي. الشق الشفوي تياخد 40%، التطبيقي تياخد 60%. الشق الشفوي كما تنعرفو تدخل تلقى واحد ربعة الأساتذة تيطالبونك مجموعة الأسئلة، مثلا تقول لك صايب سيونس لهذه اللي غنشوفوها إن شاء الله في فيديوهات قادمة. تيسولوك مثلا وقعت لك هذه في الخدمه اش غدير، وضعيات، وتقول قدم راسك، تقول لك مثلا دوي لينا على هذه اش تعرف الماده، مجموع هادو هما اغلبيه الاسئله. وان شاء الله في لايفات في الاخير غندير واحد لايف ونجاوب على جميع الاسئله، اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه غنجاوبو باذن الله. الشق العملي تاخذ 60%، تكون من ثلاثه الباقي. الالعاب القوة، الالعاب الجماعية وجومباز. العاب القوة 200 متر الجري السريع، 100 متر بالنسبة للذكور، 800 بالنسبة للإناث. الجري نصف طويل 1500 بالنسبة للذكور، 800 بالنسبة للإناث. رامي الجلة 5 كيلو بالنسبة للذكور، 3 كيلو بالنسبة للإناث. قفز طويل للذكور والإناث. الالعاب الجماعية تختار وحدة، سواء كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة وغيرها. جومباز هو تختار واحد السلسلة حركية محطة بلو تكون معطيلك، وتديرها قدام لجنة التحكيم، الحركات اللي قديتها لهم تديرها، هادشي كلو تديرو في نهار واحد مالي. مهم هو المجال الفرعي امتداد، هداكشي اللي قلت لكم قبل، هو الطابلو اللي فيه الحركات اللي تختار منهم باش دير السلسلة الحركية في الجومباز. معلومات انطلاقا من تجربتي الخاصة، انا فاش مشيت ندوز الامتحان، دوز امتحان الكتابي في الدار البيضاء دوزتو، حطوا لينا QCM متعلق كاينين بالثقافة الرياضية، بدوك كاع المحاور اللي كاينين في التوصيف. الحمد لله نجحت، مشيت دوز امتحان التطبيقي، التطبيقي الشفوي. الشفوي دخلنا في احنا في واحد القسم، تعيطوا جوج جوج لجنة. فاش مشيت طلبوا مني نصايب واحد السيونس، عطاوني ورقة
اللي غنشوفو ان شاء الله في فيديوهات قادمه كيفاش داخله في بلانيفيكاسيون تخصص ماده. المهم صعيب دخل سولوني تعطاك وضعيات، لا كنتي بحال هكا اش غدير، لا وقع لك بحال هكا اش دير، دير لك بحال تشوف القايس سامو حنا التلاميذ، تصرف معانا، دير حصه ديالك بدا اسئله خاطرو معاك شي ثقافه عامه خاصك. المهم تديهم في هذيك الاشياء اللي انت متمكن منها. المهم فسالينا دوزنا جميع الرياضات، كاينين اساتذه اخرين جروبات اخرين ما دوزوش كلشي حتى حساب مدرسه فين جيتي. المهم هذه هي التجربه ديالي كيفاش دوزت. هذا كان هذا هو الفيديو اللي عطيتكم فيه مجموعه من المعلومات، ان شاء الله نبارطاجي معكم معلومات اخرى في فيديوهات قادمه، ملخصات متعلقه بجميع محاور التوصيف. الفيديو القادم غدوي فيه على الاطار المرجعي اللي تخرج به الدوله، الاشياء اللي خاصك تراجع، ونشرحوا كل محور اش يعني وشنو الاشياء اللي خاصنا نراجعوا فيه، حيت بعض الاشخاص تلقاو لبس في هذا الاطار المرجعي وما تيفهموش اش خاصهم يراجعوا، حيت المحاور كبيره وكبيره بزاف. مهم ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله. نقوموا بمراجعة شاملة لجميع المحاور اللي كاينة في التوصيات التوصيف او الاطار المرجعي اللي تخرج به الدولة. ما تنساش دير لايك، اللي كان عندك شي سؤال خليه في كومنتير وخلي شي كومنتير زوين تشجعني على تقديم افضل. كان معكم مصطفى من قناتكم مصطفى او بي اس، الى حلقة قادمة ان شاء الله.